اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن خالد جد الله. ازيك كابتننا؟ تحياتي ليك يا اسلام. اخبار حضرتك الحمد ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اتفرجت على ماتش الاهلي وسيمبا؟ طبعا. ايه الاخبار؟ ماتش خساره يعني، كان النتيجه ممكن تكون احسن من كده، ولكن بنقول الحمد لله برضو. ضيعنا فرص كتيره قوي، مش فرص، اهداف محققه في 3 4 كور كانوا يسهلوا لنا الماتش التاني بشكل كبير. لينا ضربه جزاء اللي انت اتكلمت عليها في الانترو، شايفها ان هي ضربه جزاء برضه؟ طبعا محدش مش شايفها ان هي ضربه بس جزاء، بس ضربه جزاء عايزه لعيب، عايزه حكم يعني موهوب شويه، يعني هي كانت قدامه على طول. ما تفهمش ايه اللي بيحصل في موضوع التحكيم، سواء بقى على مستوى مصر او على مستوى افريقيا، بنشوف حاجات برضه يعني. هات لي الصوره لو سمحت يا سمير، الصوره بتاعت ركله الجزاء وانت بتتفرج كده، الحكم اللي هو اللي فيها، الحكم شايف يعني زاويه الرؤيه، يعني هو قدامه كده بالظبط، يعني ما فيش ما يدعو ان هو يا كابتن بص، يعني بص للحكم، يعني زاويه الرؤيه واضحه بشكل كبير جدا، الكره قدامه، يمكن ما بصش على رجلين اللعيبه لان هي الكعبله جت في رجل كهربا، هو باصص فوق ما تفهمش ايه اللي بيحصل يعني. ما طلع شافها في الفار ورجع برده ما حسبهاش، ورجع ما حسبهاش. طيب يبقى هنقول ايه بقى؟ معلش احنا بعد كده مش عايزين نسيب نفسينا نتيجه اي ماتش نسيبها للحكام، يعني نخلص اي ماتش بنتيجته تكون في صالحنا، بحيث ان احنا لو في اخطاء يعني ما تعطلناش، ولكن خساره النتيجه يعني نقدر نقول مقبوله، بنلعب بره ملعبنا، تعادل 2-2، اي نتيجه في الماتش بتاع يوم الثلاث باذن الله مكسب، طبعا ده نمره واحد، ولكن عندنا فرص كتيره، ولكن باذن الله مستنيين من لعبتنا ان هي تعمل مباراه كويسه. المباراه مش هتبقى سهله، وانا بايدك زي ما انت قلت، مش هتبقى سهله، لازم البدايه بتاعتنا تبقى بشكل قوي جدا. فرقه سيمبا بتمتلك خط هجوم نقدر نقول فوق الجيد، ولكن عندهم مشاكل في خط الدفاع، وبالنسبه لحارس المرمى عندهم مشاكل كتيره جدا. لو اتضغط عليهم بشكل هجومي مكثف في التلت الهجومي بتاع فرقه سيمبا، هنقدر نخليهم يرتكبوا اخطاء، ونقدر نسجل باذن الله ونعمل سكور كويس وماتش كويس باذن الله. اهم السلبيات اللي يجب ان هو كولر يتكلم فيها مع لاعيبته ان هم يصلحوها قبل يوم الثلاث. اول حاجه اهدار الفرص، ما ينفعش دي مش فرص، دي اهداف محققه. في فرق ما بين ان انا في فرصه بتبقى مثلا حد من المدافعين بتاع الفرقه الثانيه مشاركني فيها ضغط عليا، وفي فرق ما بين فرصه ما فيش ضغط عليا وانا ببقى مستريح فلازم اجيبها جول. فدي اول مشكله لازم يعالجها مستر كولر، ازاي استثمار الفرص، لان احنا دايما بنتكلم الفرق الكبيره بتجيب اجوان من انصاف الفرص. نمره 2، نقطه بقى مهمه جدا، اتفضل. اهم 3 اوقات في اي ماتش، البدايه وبدايه الشوط الثاني واخر 5 دقائق او 6 7 دقائق في الماتش، تمام، لازم يكون درجه تركيز اللعيبه مش 100% 200%. يمكن احنا جه فينا جونين بدايه الشوط الثاني، جه فينا في 8 9 دقائق او 10 دقائق جه فينا هدفين. ده يبقى من الواضح ان اللعيبه لما دخلت اوضه اللبس واحنا كسبانين 1-0، نزلوا الشوط الثاني في شيء من الطمانينه وعدم التركيز، ادت ان احنا استقبلنا هدفين في 10 دقائق. وده طبعا مش مقبول بالنسبه للعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي. فدرجه التركيز لازم من البدايه وبدايه الشوط الثاني وقبل النهايه، دول اهم 3 فترات لازم اللعيبه تكون مركزه فيها بشكل كبير جدا. ابرز التفاصيل الفنيه اللي حضرتك شايفها في فريق سيمبا؟ سيمبا فريق يعني نقدر نقول هو متوسط. اوكي. عنده مشاكل بالذات في خط الدفاع، الناس المدافعين، نص الملعب عندهم لعيب رقم 6 بطيء جدا، نجومه، متهيألي اسمه نجومه، رقم 6 طويل هو كده، اللي هو بيلعب مدافع يعني الديفندر بتاعهم، ولكن الريتم بتاعه بطيء جدا. خط الدفاع مش على مستوى عالي، كل ما الكره بتتحرك قدامهم في التمركزات بتاعتهم بيغلطوا وبيقفوا غلط بشكل كبير جدا، نقدر نستغله. ولعبتنا الثلاثه الفراوده اللي قدام اللي هم دايما بيدونا تقل هجومي بشكل كبير جدا، لو استغلوا هذا الكلام واتضغط عليهم في التلت الدفاعي بتاعهم هنستثمر وهنجيب جوان باذن الله كتير. خط الهجوم بتاعهم فيه شويه سرعات ولكن مش مقلقين،
يعني بشيء من التركيز والتمركز المظبوط والتحول السريع من الناحيه الهجوميه للناحيه الدفاعيه مش هيبقى عندنا مشاكل باذن الله. اتفرجت على بقيه الماتشات يا كابتن؟ اه كلها اتفرجت ما عدا انيمبا والوداد. انيمبا والوداد عشان دلوقتي يعني بالظبط لكن انا بتكلم على ماتش مثلا سان داونز وبيترو اتلتيكو جاله ركله جزاء صدها حارس مرمى سان داونز، ثم عاد سان داونز في انجولا واستطاع ان يفوز على بيترو اتلتيكو بلا في مقابل شيء. فرقه سان داونز من الفرق أيوة. اللي ما بتعرفش تلعب، بتلعب جيم هجومي بحت جوه او بره، جوه او بره بنفس السيستم. تمام. فهي لا تكسب بسكور كبير وتكسب بعرض كويس او تتغلب بسكور كبير برضه، يعني هم ما عندهمش وسط. يعني ما بيعرفوش، فرقه سان داونز فرقه كويسه، امكانيات كويسه جدا، عندهم لعيبه مهارات عاليه جدا حقيقي، ولكن بينقصهم خبره التعامل مع المباريات الافريقيه بالذات اللي هي من مباراتين. يعني ماتش اوي وماتش هوم، دول ما بيعرفوش يتعاملوا معاهم. يعني مع ان سان داونز من الاسماء الكبيره يعني اللي المفروض ان هي بتعرف تتعامل، وبقى طول عمرهم بيلعبوا في افريقيا بهذا الشكل يعني. ما بيعرف في الحته دي يعني النادي الاهلي عشان كده ما بيوصلوش النهائي تقصد او بيتغلبوا يعني. آه. النادي الاهلي اللي بيميزه بشكل كبير جدا النقطه اللي حضرتك قلتها، النقطه دي ان هو بيعرف يتعامل مع الماتشات اللي هي من مباراتين بره ملعبه وجوه ملعبه. ازاي بيتعامل بره ملعبه؟ ان هو لا اما بيكسب لا اما بيرجع، حتى لو خسر باقل النتائج يقدر ان هو يعوضها داخل ملعبه. فرقه سان داونز ما بتعرفش تعمل الكلام ده، بتتعامل وجه واحد، بيلعبوا جيم مفتوح سواء بره او جوه، سواء في الفاينل او في دوري مجموعات، هي طريقه لعبهم واحده. ولكن فرقه جامده وفرقه خطيره، محتاج وانت بتلعبها ازاي تضيق وتقفل المساحات، ما يبقاش مساحات ما بين الخطوط تبقى كبير سواء جوه او بره مصر. سواء جوه او يعني لو بره. لو بس هو الاقرب ان سان داونز يصل للدور قبل النهائي، والاهلي بخبرته المفروض ان هو يعني باذن الله الاقرب برضه هيبقى فاينل مبكر. يعني انا من خلال رؤيتي الماتشات كلها لحتى مازيمبي والترجي، لا فرقه النادي الاهلي طبعا تيجي نمره واحد، يليها سان داونز والله. اه يعني من الفرق، فهو لو قابلناهم في السيمي فاينل هيكون نهائي مبكر. نهائي مبكر. حضرتك شايف طيب بقيه الماتشات مازيمبي والترجي شفته ازاي؟ الاثنين شبه بعض، فرقتين يمكن الـ الـ مش مهاريين، ولكن اقوياء، فتنس كويس، دفاعيا كويس. يمكن فرقه الترجي بخبرتها نقدر نميزها شويه عن مازيمبي. مازيمبي مش زي زمان، مش زي مازيمبي اللي احنا كنا عارفينه، ولكن فرقة قوية بتعتمد على الأداء البدني الجامد، الالتحامات، الكور المشتركة، الطول، يعني السرعات، ولكن الطبيعي بتاع يعني بتاع أفريقيا. ولكن أي فرقة تنقل عليهم كورة وتتحرك بشكل كويس هتعمل لهم مشاكل. طيب الوداد احنا ما شفناهوش، يعني شفنا 10 دقايق ولا حاجة منه. الوداد يظل الوداد بيني وبينك، يعني فريق قوي، فريق كبير. الماتش لغاية دلوقتي كام يا شباب؟ بيقولوا لي برضو المباراه كام مباراه الوداد؟ كان 1-0 الوداد كسبان. كان 1-0 الوداد كسبان، بس في المغرب بيلعبوا في المغرب. سوري، بيلعبوا في نيجيريا. لا بيلعبوا في نيجيريا. فبالتالي لو الوداد كده كسب هيبقى هو الاقرب للملاقات، سواء مازيمبي بقى او الترجي. يعني الاقرب من الناحيه دي الوداد، ومازيمبي او الترجي. المباراه الثانيه هتبقى في تونس، فاعتقد الترجي هيبقى اقرب. ممكن يعني هم الفرق كده كده حضرتك مميز الترجي سنه عن مازيمبي بالظبط، من ناحيه الخبره، ومن ناحيه الـ 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 الاداء الهجومي جوه الملعب، ومن ناحيه الحنكه في التحرك والتمرير والاستلام والباص والكلام ده كله. لا الترجي طبعا كفنيات احسن من مازيمبي. ولكن مازيمبي فرقه قويه بتعتمد زي ما قلت لك على القوه الجسمانيه والاداء البدني بشكل، فممكن جدا ان احنا نشوف نصف نهائي في الجانب الاخر ما بين وداد وترجي. غالبا اللي هيحصل الناحيه الثانيه خلاص، يعني سان داونز كسب بيترو اتلتيكو في انجولا 2-0، فبالتالي فرصته بتصل لنسبه 99% يعني في المباراه. والاهلي برضو نسبته كبيره في البتاع. يعني اعتقد ان احنا الاربع ماتشات دول قبل النهائي هتبقى، لو ربنا سهل وعدينا يوم الثلاث، هتبقى الماتشات صعبه جدا باذن الله. بس هتبقى صعبه، بس احنا قادرين. ولكن باذن الله نوصل. ولو سان داونز وصل، أنا بس ليالي ملاحظة فنية صغيرة شوية على فرقتنا. فرقتنا محتاجة شوية تربيط، عارف لما تيجي تربط حاجة
فرقه عايز تتربط شويه بالذات في نص الملعب. يعني من الدفاعيه يعني ايه لازم ناس تبقى واقفه، لازم يكون عندنا في الماتشات بالذات الجامده اللي احنا هنلعبها بعد سيمبا لو قابلنا سان داونز، لازم يكون عندك اتنين في نص الملعب بيمتازوا بالنواحي الدفاعيه بشكل كبير جدا ويكونوا ثابتين. يعني قصدك مروان مش كوكا، اتنين ديفندرات ديفندرات وات ايفر، يعني وات ايفر حتى لاي اسامي، ولكن ال 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 كل واحد يبقى عارف ان انا بلعب ديفندر يبقى انا بدافع الاول، بدأ اساسي الدفاع، ما بسيبش مكاني واتقدم كتير. يعني احنا ساعات مثلا بنشوف ديانج بيتقدم كتير، صح؟ لا ده مش مطلوب مع فرقه جامده، لا عايزين اتنين يعني اتنين مدافعين في نص الملعب يكونوا ديفندرات امام خط الظهر بتاعنا، يدينا امان ويدينا طمانينه بالذات في اي هجمه مرتده ممكن يعملها اي فريق علينا. وكفايه جدا ان انت بتهاجم بثلاثه اللي قدام، الثلاثه الجناحين وراس الحربه اللي هم بيمتازوا بسرعات كبيره جدا وبمهاره فرديه كبيره جدا، ومن تحتيهم واحد في نص الملعب ممكن يكمل معاهم وفرده من الباكين. اوكي. ولكن الاثنين الديفندرين دول وجودهم امام رباعي خط الظهر باستمرار، لا هيدي تقل وهيدي يعني هيدينا طمانينه وامان شويه، وهيطمن هيخلي دفاع النادي الاهلي ما بيبذلش المجهود الكبير قوي اللي بيبذله في قطع الهجمات. طيب قبل ما نتكلم عن الاثنين مدربين خلينا نطلع نشوف مقارنه ما بين مارسيل كولر وروبرتينهو المدير الفني لنادي سيمبا. كابتن خالد، كان عندنا بعض الاصابات وبعض الغيابات في مباراه سيمبا الاولى، هل اثرت بشكل سلبي على النادي الاهلي؟ اه طبعا اثرت بالذات محمد عبد المنعم وعلي معلول. يعني علي في الجانب الهجومي، يمكن كريم الدبيس ولد طالع لسه صغير بس ادى مباراه جيده، ادى مباراه جيده على المستوى الدفاعي صحيح، ولكن على المستوى الهجومي طبعا ممكن ما يكونش مستر كولر كان طالب منه واجبات هجوميه بشكل كبير، ولكن كريم قدامه مستقبل كويس باذن الله لانه ظهر بشكل يطمننا ويطمن جماهير النادي الاهلي. أيوة. ولكن علي معلول بخبرته برضه في المكان ده في الوقت ده لا فرق بشكل كبير جدا، محمد عبد المنعم فرق بشكل كبير جدا. يمكن رامي ربيعه وياسر ابراهيم قدوا مباراه كويسه، ولكن محمد في شويه حاجات بيتميز بيها طبعا احنا افتقدناها في الماتش ده، فدول اكتر اتنين عدم وجودهم اثر معانا بالسلب يعني. طيب برضو يعني لعيبه النادي الاهلي معرضه للاجهاد بقى خلال الفتره اللي جايه، يعني خلاص احنا كل ثلاث ايام مباراه ما بين سفر، حتى لو عندك اربع خمس ايام بيبقى فيهم سفر، بيبقى فيهم سواء من جوه القاهره بتروح اسكندريه او بتروح السويس او بتروح كذا، او لو بره في الدوري الافريقي بتروح تسافر هنا وهنا وهنا، وبالتالي هي فتره للاجهاد. كيف يمكن التغلب على هذا الامر تحديدا بعيدا عن التمارين وبعيدا عن الحاجات دي؟ نمره واحد بعمليه الروتيشن اللي مستر كولر بيقوم بيها بشكل جيد جدا في الفترات اللي فاتت حتى. يعني مثلا بالنسبه للماتش اللي جاي احنا لعبنا جمعه وهنلعب ثلاث، انت عندك اثنين في خط الدفاع كانوا مريحين، محمد عمنا وعلي معلول باذن الله هم هيرجعوا، فمش هيكون يعني جايين برضه. انا بشوف ان فرصه، بما ان حضرتك بتقول كده ان علي معلول ما لعبش هذه المباراه، كانت فرصه جيده
ان هو ما لحقش ان هو يجي من عشان الماتش التاني، عشان الماتش التاني يكون استريح واستعد عشان ما بعد كمان، وعشان ما بعد لان كمان علي جاي من اليابان، كانت رحله طويله جدا. احنا بنقول كده بعد الماتش بالظبط قبل الماتش حاجه تانيه، احنا بنقول بعد الماتش. فطبعا هي عمليه الروتيشن اللي مستر كولر هو عنده 25 لعيب 30 لعيب بيقدر يستخدمهم، يشيل ده ويحط ده حسب مين اللي مجهد، مين لعب كتير، بغض النظر طالما كل الناس سلام فعنده الحريه في اختيار اللعيبه، وهو بيعملها بشكل كويس جدا بصراحه. الفتره اللي فاتت عمل موضوع الروتيشن بشكل كبير جدا، حتى مدلوله ان اصابات لعيبه النادي الاهلي مش زي السنين اللي فاتت، يعني اقل بكتير الحمد لله، وربنا يبعد عنهم. بالتالي ده يعود برضو ان انت عندك سكواد كبير تقدر تتحكم فيه كيفما تريد، يعني علي مش موجود، كريم موجود، هاني مش موجود، خالد موجود، منعم وياسر مش موجودين، لا هتلاقي في رامي ربيعه موجود، لا انت عندك في كل مركز اثنين او ثلاثه لعيبه، والمستويات الفنيه متقاربه بشكل كبير جدا، تقدر تشيل وتحط اي حد حسب الفرقه اللي انت هتلعب قدامها وحسب ظروف كل واحد من ناحيه الاجهاد ومن ناحيه الاشتراك في المباريات. طيب خلينا بقى كابتن، لعيبه النادي الاهلي اللي احنا شايفينهم قدامنا عندهم القدرة على أنهم يستطيعوا أن يفوزوا في البطولة دي أو يفوزوا بهذه البطولة، كيف يمكن أن يحدث ذلك من الناحية الفنية، خصوصا أنت بتلعب كل 4 أيام؟ يعني أنا عارف أن الإجهاد حضرتك كلمت عنه تمام، ولكن أنت كلاعب تفكيرك بيبقى عامل إزاي الفترة اللي جاية؟ كيف يمكن لعيبة النادي الأهلي أن يفكروا، لأنه الإجهاد الذهني ده أهم كتير جدا من الإجهاد العضلي. طبعا بيفرق، او هو اللي بيوديك للاجهاد العضلي بالظبط. لا هم لازم يفكروا من ناحيه البطوله بتاعه الدوري الافريقي ده، اول حاجه مدتها ما فيش 15 يوم او 15 18 يوم، يعني لا انا بتكلم لو وصلت للنهائي اهميه البطوله. اوكي، اول نسخه بتتلعب، فباذن الله تعالى لو ربنا كرمنا وكسبنا اول نسخه دي برضه هتتكتب في تاريخ اللعيبه وتاريخ النادي ان اول نسخه للدوري الافريقي النادي الاهلي اخده. نعم. فده دافع وحافز كويس قوي ليهم. تاني حاجه في مده قليله ممكن من 18 يوم انت يعني هتاخد بطوله، وبطوله اول مره تتعمل. تالت حاجه الجوائز الماليه بتاعتها طبعا مرتفعه جدا وكبيره جدا، الفائز الاول اللي هياخد البطوله هياخد 4 مليون دولار، فطبعا برضه غير 900 المشاركه فانت داخل في 5 مليون دولار، مبلغ كويس جدا طبعا يساعد النادي في استجلاب بقى صفقات في يعني اي حاجه هو عايز يعمل. صحيح، فليها مكاسب كتيره جدا. من هنا لازم التركيز يبقى زياده جدا في هذه البطوله، مش في حاجه تانية دلوقتي. لان انت هتلعب كل 4 أيام ماتش، خصوصا انت مش هتلعب في الدوري كمان، فيبقى التركيز في هذه البطوله. انت قدامك 6 ماتشات لعبت منهم واحد ناقص 5، 5 ماتشات بيساوي بطوله بالجوائز المالية الكبيرة جدا اللي احنا اتكلمنا عليها. فيبقى ينبغي على كل لعيبة النادي الاهلي ان درجة التركيز بتاعتها تبقى مش 100% تبقى 200%، ويتعاملوا مع كل ماتش انه مرحلة وخلصت، ويبتدوا يفكروا في المرحلة اللي بعدي. وما اعتقدش ان انت في مثل هذا التوقيت ان انت لازم تفكر في الدوري، يعني انت مش هتلعب ماتشات الدوري. لا، هتفكر في الدوري دلوقتي ليه؟ انت تفكر في الهدف اللي انت فيه، البطولة اللي انت بتلعب فيها، انت مش هتلعب في الدوري خالص، ماتشاتك متأجلة، تفكر وتركز في البطولة اللي انت بتلعب فيها. البطولة دي تتوقف على 5 ماتشات، ماتش يوم الثلاث، بعد كده 4 ماتشات، 4 ماتشات بيساوي بطولة نسخة اول مره تتلعب انت هتاخدها. الكاس بتاعها حلو بصراحه، الكاس بتاعها حلو شكله حلو يعني شكله حاجه شياكه. فطبعا هو التركيز في الحصول على هذه البطوله عشان كمان يعوضوا بطوله السوبر الافريقي اللي راحت مننا في اول الموسم. مجموعه اللعيبه اللي امام حضرتك، يعني امام عاشور مثلا ما لعبش المباراه اللي فاتت بسبب ان هو لسه راجع من اصابه وكذا وكذا، هل من الممكن ان يكون هناك تغيرات على عن المباراة الأولى في المباراة القادمة؟ يعني الفرق 3 أيام ممكن، على حسب طبعا وجهة نظر مستر كولر، هو اللي عارف بقى حالة اللعيبة. بس أنا بالنسبة لإمام أنا شايف إن هو لو بقى سليم 100% ممكن إن هو يشترك في الماتش بتاع يوم الثلاث. لو هو سليم 100%. أوكي. لا ما هو طالما بيتمرن يبقى سليم. أنا شايف إن هو ممكن فرصته هتبقى كبيرة جدا إن مستر كولر يبتدي بيه الماتش. مع عودة منعم، مع علي معلول. التلاتة الكهرباء الماتش اللي فات كان كويس جدا،
وفي عندك رضا سليم كان هايل، ويمكن هو الراجل طلعه برضو لان هو كان متعور رضا سليم قبل الماتش وقعد فتره نقاهه فيمكن ما قدرش يكمل، ولكن رضا سليم وكهربا، وفي بقى حسين الشحات وفي بيرسيتاو. معلش بيرسيتاو الماتش اللي فات ضيع جون ما حلفوش التوفيق، مع ان بيجيب حاجات اصعب من كده، من دي بس طب بعدين سهله وجايه في ايديه في تحت رجلك بتحصل طبعا. لا انا وانا في الكوره دي انا كنت بعد ما ضيعها الكور دي، خلي بالك يا اسلام برضه لعيب الكوره لازم يبقى ذكي شويه يعني، ما يبقاش لا كل الكور دي كل اللعيبه بتلعبها في الزاويه البعيده وحطيتها في البعيده بس حطيتها عاليه. طب ليه انا ما اعملش ان انا هلعب في البعيده ولا في القريبه؟ لا ده التغيير وده التنويع زي ما هو ده اللي عمله محمد صلاح مثلا. بالظبط الماتش اللي فات الاخراني الجول الثاني هو اي حد جاي هيقول لك محمد حطها هناك، قام حطها له هنا بالظبط جول مفتوح. فانما التوفيق وعدم التوفيق، هو ما كانش موفق بس هو طبعا لعيب جامد جدا، وانما من الماتشات الوحشه بالنسبه له الماتش اللي فات. صحيح مظبوط. فلو هو موجود الماتش اللي جاي ما فيش مشكله باذن الله هيأدي بشكل كويس. رايك في انطلاقه الدوري الممتاز بقى هذا الموسم؟ يعني ماشي على نفس الوتيره يعني، ما لا يعني حضرتك مش شايف يعني، حضرتك كنت معايا من اسبوعين قلت لي ان يعني ايه هو ده الشكل اللي بنمشي بيه. أيوه. الاسبوعين دول ما فيهمش تحسن من ناحيه سيبك من النتائج والاهداف. اوكي لا انا بتكلم من ناحيه المستوى. حلو. ومن ناحيه الاداء مفيش طبعا. احنا عندنا حاجتين معلش يعني ملاحظتين انا لازم اتكلم. نمره واحد التحكيم. التحكيم انا كنت سؤالي يعني اللي جاي عن التحكيم بس لا حاجه يعني حاجه يعني حاجه صعبه مربكه جدا. لا حاجه صعبه جدا. وبعدين كل الناس اتكلمت على موضوع التحكيم وبرده زي ما احنا، فلازم رئيس لجنه التحكيم اللي جه ده لازم يشوف ما هي بريرا، يشوف الطريقه لتحسين مستوى وطلع يتكلم بس بتوعنا. لا بيتكلم بس، هو الظاهر عرف القصه ان هي كلام فبقى يتكلم يعني بقى الشغل هو كلام فبقى. انما ما ينفعش كده. المشكله يا كابتن ان انت كل مباراه عندك فيها مشكله او معظم المباريات بلاش يعني كل مباراه. انا بتفرج على الدوري السعودي بتفرج عليه، شوف الحكام عامله ازاي على كل الفرق على فكره. بس خلي بالك عندهم اخطاء برضو لكن غير بس مش زينا. لا مش بالطريقه دي يعني، انت الخطا كل في الماتش لو خطا واحد ماشي يعني، لان برضو الحكام دول بشر طبعا. لا بالظبط. انما اولا الحكام الهيئه بتاعتهم لازم يبقوا لائقين بشكل كويس جدا، بحيث ان قبل ما يبتدي الماتش انا لما اشوف الحكم تفرق معايا. طبعا كلاعب يعني دي مش موجوده يعني. دي مش موجوده لائقين ولا جسمانيا ولا يعني بدنيا. وانا كنت سامع ان هو بيريرا عمل اختبارات للحكام في الكوبر تيست والحاجات دي، الناس كتير قوي سقطت فيه. فمن الواضح ان جسمانيا هم مش مهيئين. نمره اتنين دي الفرجه الكتير بتعلم يعني، ده ابسط حاجه يعني. احنا ولا تطوير ولا اي حاجه. اتفرج هتتعلم. صحيح يعني اتفرج على اللي عملته واتفرج على ماتشات تانية وعلى حكام تانية هتتعلم. فالدنيا مش سهلة للي عايز بس نتعب شوية. يمكن برضو الاستقالات والإقالات بدأت بدري جدا في الأسبوع الثاني. كابتن ميمي عبد الرازق المدرب فاركو، جه كابتن خالد جلال حتى استطاع ان هو يفوز في اولى مباراته على الاسماعيلي 1-0. بدري برضو يا كابتن قوي يعني. انا بتصور انه هو في مدرب يلحق يمشي في الاسبوع الثاني؟ غريبة قوي يا كابتن بالنسبة لي. ما هو طبعا غريبة في الاختيار يعني. انت لو اخترت غلط من الاول، انت لو اخترت ومشيت بعد اسبوعين يبقى انت اخترت من الاول غلط. اوكي. طالما انت اخترت مدير فني لازم تديله وقته عشان يبقى عنده ثقة في نفسه واللعيبة تبقى عندها ثقة فيه وتحس ان هو هيكمل السنة. يعني انا اسبوعين ده ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا سبعة، انا بشوف انه ده قليل جدا. يعني انا لا استطيع، مش انا يعني، اي حد لا يستطيع ان يقيم المدرب اللي قدامي. طبعا احنا عندنا في ظواهر ما بتحصلش غير عندنا. بمعنى ايه يعني؟ السنه اللي فاتت كاس الرابط جه اسمه ايه ايمن الرمادي. كابتن ايمن لعب اسوان كان في اسوان ورجع نزل هو كان في اسوان. اسوان نزل مشي راح سيراميكا في اخر ماتش خد البطوله قبليها بيومين خد بطوله. دي ما بتحصلش غير عندنا الحاجات دي على فكره. ان مدرب يروح يومين واخد بطوله دي ما بتحصلش. وكان مشي ساعتها وبعدين رجع تاني. النهارده خالد جلال، خالد من المدربين الكويسين جدا، ولكن الفتره هو جه اسبوع كسب النهارده برضو يعني. دي ظواهر ملهاش استمراريه، ملهاش استمراريه يعني. ممكن انت مرتبط كل مدير فني بتبقى روحه في مستوى اللعيبه النهارده هيتعمل ايه في الملعب. ازاي بالظبط كويس بقى هو كويس. لا انما
الشغل اللي فيه استمراريه هو ده اللي فيه بناء وفيه تحسن بالنسبه للكره المصريه. المصري وكسب طلائع الجيش 1-0 في اولى المباريات كانت يوم الجمعه، وسيراميكا وكسب الداخليه 4-0. كل الفرق دي مع احترامي ليها لما تلاعب بعض اسلام اي حد ممكن يكسب اي حد. النهارده ده يكسب، لو لعبوا تاني يوم ممكن الفرقه اللي خسرت تكسب. ده الدوري بتاعنا، الفرق دي مع بعض. أوكي. يعني الفرق في المستويات دي اللي انت مصري، طلائع الجيش، سيراميكا، داخليه، سموحه، بنك اهلي، اي حد ممكن يكسب اي حد. أوكي. حسب حاله اللعيبه في اليوم ده. وزي ما بقول لك لو فرقتين لعبوا النهارده مثلا وفرقه كسبت وجوم لعبوا بعد يومين تلاقي الفرقه اللي خسرت كسبت، ملهاش اي معايير، ملهاش اي معايير خالص خالص. ولكن مباراه مثلا زي بلديه المحله والاتحاد مباراه جيده، البلديه كسبانه 2-0، كابتن طارق غير من طريقته، الاتحاد السكندري غير من طريقته، بقت النتيجه 2-2. على فكره فرقه البلديه مبسوط بيهم جدا. اوكي. لعيبه صغيرين بفلوس قليله ليهم شكل كويس جدا، بيأدوا جماعيا بشكل كويس جدا على المستوى الهجومي والدفاعي. والحاجه الثانيه مدرب لسه صغير، ما كانش يمكن اول مره يمسك فرقه في الدوري الممتاز، ولكن عامل شغل هايل. يعني احمد عبد الرؤوف عامل شغل هايل، سنه صغير واول مره يشتغل. ده يدينا درس في ايه؟ بدل ما نقعد ندور في 5-6 مدربين، غير، وسع الحلقه شويه، يمكن خليهم 7-8 مدرب، يمكن تلاقي افكار تانية وفكر تاني، لان الكره كل يوم فيها جديد. انت لو اي مدير فني لو قعد مع فرقه اكتر من سنتين مش هيبقى يلاقي حاجه جديده يقولها للعيب، هيبقى كلامه كله قديم، مفيش الجديد. فانت لا بس مثلا يقول لك في دي ايه، ما هو مانشستر يونايتد اسمه جوارديولا. مين؟ لا مانشستر يونايتد كان 20 سنه أليس فيرجسون. أليكس فيرجسون. دي يعني ماشي. لا أرسن فينجر برضو مده طويله جدا مع ارسنال قبل ما يسيبه. انا بتكلم هنا دول اصل دول كل فترة لازم بياخد دورة، بيغير الفرقة كلها كمان. لا بياخد دورة تدريبية وبيعمل ريفريش لدماغه والمعلومات الكروية بره كده، ما بيسيبوش مدرب يفضل يشتغل كده وخلاص. لا أنا بتكلم على مستوانا هنا، على المستوى هنا هو وسع القاعدة شوية عشان يا سيدي. يمكن ما يعني هم مش هم دول بقى، مش ومش معنى إن مدير فني كان بيشتغل لما يمشي من النادي أجيبه عشان كان بيشتغل. لا هي مش كده، التقييم مش كده خالص، والكرة مش كده خالص. زي ما بقول لك احمد عبد الرؤوف مدرب صغير معاه فرقه ما تدفعش فيها فلوس كتير، وهي دي الشطاره على فكره بالنسبه لي. يعني النجاح لاي مدرب انت صرفت كام وبتادي ازاي. صحيح. طبعا يعني هو ما فيش فلوس كتيره اتصرفت، لعيبه سنها كله صغير، عامل نتائج مع فرق مخضرمه وفرق ليها جماهير وفرق معاها مدربين بتشتغل في الدوري الممتاز سنين، ولكن شكله احسن. يعني كسب مثلا مقاولين العرب، مقاولين العرب ماسكه شويه غريب، اشتغل على مستوى منتخبات ومستوى مستويات كبير، ولسه صغير ومعاه فرقه ما تصرفش عليها كتير، لعيبه ما بتاخدش فلوس كتير، هو ده النجاح. يا ريت نوسع الدايره شويه. بمناسبه توسيع الدايره، لما تيجي تتكلم مع المدربين يقول لك ما هو اصل وكلاء اللعيبه او وكلاء المدربين هم اللي بيبقوا متحكمين دلوقتي. طيب يبقى الوكلاء بقى لغايه لما يبوظوا الكوره خالص. لما الكوره تبوظ. لا الدنيا مش كده، هي بس رؤساء الانديه يتعبوا شويه يبحثوا عن الكويس. هيبحث فين؟ لا ازاي سهل. اي واحد مسؤول، لو انا مسؤول في مكان لازم انا هفضل ادور على مين احسن ناس اجيبها عشان تشتغل في المكان ده. انا اللي هدور، مش طبعا هستنى حد يجي. لا طبعا انا اللي ادور لو انا عايز انجح، او لو عايز اخلي المكان اللي انا فيه ينجح ويبقى بشكل كويس جدا. طيب برضو مباراه انبي والبنك الاهلي، وفوز انبي على البنك الاهلي، و يعني بابا فاسيلو شكرا، وبيدوروا على حد تاني. مشي خلاص. انا كنت معاك في اخر حلقه على فكره، وقلت لك مش هيأدي طموح يعني خالص. يعني هو يعني لان بيبقى باين يعني. بيبقى باين هو مشي فعلا يعني خلاص، هم خدوا قرار. لا رسميا اعتقد لسه. لو قولوا لي يا شباب ولا لا لسه. لا يعني مش هو لازم، مش هيكمل معاهم. لان البنك الاهلي نادي ليه طقوس معينه، يعني مش اي حد ينجح فيه. مش والله خالص. طبعا. أوكي. لان ليه طقوس معينه، يعني لازم اللي يجي يبقى عارف الطقوس بتاعه النادي ويمشي عليها. هي ايه طقوس؟ ايجابيه ولا سلبيه؟ عشان انا كنت رئيس قطاع الناشئين عندهم، فمش عايز اتكلم. ايجابيه ولا سلبيه يعني تقصد؟ يعني
ماشي يعني. فهمت. مقاولين العرب وتعادل النهارده في مباراه جيده طبعا للفريقين. زد او للمتفرج يعني. زد بيأدوا بشكل كويس. يمكن اول مره اشوف ماتش فيه 5 ضربات جزاء، واحده تضيع واربعه يجوا، حاجه بعد كده الظاهر احنا هنلعب ضربات جزاء. يعني بصراحه يعني كتير. ما بيديش لا لو والنهارده الحكم حتى يعني بيديني ما بيستناش شويه، لا ده بيصفر على طول، يعني ما بيديش نفسه فرصه ايه يفكر ثواني. ما هو بيقول لك انا احسب وبعدين الفار يقول لي. بالظبط، هم بيعملوا والكاميرا تيجي عليا شويه وانا بتمشى وانا بعمل يعني. واللعيبه بتتحايل عليا حتى الحكم برضه يلا. فيعني الماتش النهارده كان رايح جاي، زد والمقاولين، وزي ما بقول لك الماتشات دي الفرقه مع بعض اي فرقه ممكن تكسب اي حد. والاسماعيلي برضه يا كابتن يعني والهزيمه من فاركو في اولى مباراه كابتن خالد جلال. خالد جلال طبعا البنك الاهلي، انا اسف، فاركو والكابتن ايهاب جلال الاسماعيلي. طبعا نتيجه كويسه بالنسبه لفاركو ونتيجه كويسه بالنسبه لخالد، تديله دفعه وتديله ثقه في بدايه مشواره مع فرقه فاركو، وهو من المدربين المحترمين والكويسين وهيعمل حاجه كويسه مع فاركو. اجي بقى على الاسماعيلي. الاسماعيلي لازم بابا فاسيلو لسه لم يتم الاعلان رسميا يعني، ولكن هو اقرب ان هو يمشي يعني، يمكن هيسيبوه ماتش كمان يعني، ممكن يتساب ماتش كمان على امل ان هو يكسبه يعني. بالنسبه لإيهاب جلال والاسماعيلي، الاسماعيلي لازم يعرف الشطاره انك كل ماتش تلعبه على قد امكانيات لعبتك. فرقه الاسماعيلي على فكره مش وحشه يعني، إيهاب اختياراته كويسه من ناحيه اللعيبه اللي موجوده، حتى بفلوس قليله وبفلوس قليله لان ما عندهمش قيد ولا بتاع. ولكن مش معنى كده يعني، يمكن هو ماتش الاهلي طمعه شويه يعني، الاداء والعرض صحيح. اللي عمله قدام النادي الاهلي طمعه النهارده شويه. لا هو كل ماتش لازم ما يلعبوش رايح جاي اهاجم ودافع. ما بتلعبش ضد الاهلي يعني. ما بتلعبش ضد الاهلي بالظبط. الاهلي بيبقى ليه دوافع ثانيه وامور اخرى يعني. فطبعا هو النهارده عايز ينزل يكسب 3 نقط ومقتنع ان هو ممكن يكسب فخسر. هي الشطاره ازاي ان انت تلعب ان انت ما تخسرش وعشان في الاخر تكسب. يعني المعادله دي ازاي ان انا ما اخسرش في الاول، بونت بيبقى في جيبي، وازاي ان انا احاول ان انا اخد ال3 بونت ولكن ما اخسرش. اخيرا يا كابتن، هو النادي الاهلي قادر على الفوز بالدوري الممتاز، الدوري الممتاز، الدوري الممتاز المحلي يعني، اصله خلي بالك البطوله الافريقيه اسمها الدوري الممتاز الافريقي. لا الدوري المحلي. طبعا النادي الاهلي قادر. النادي الاهلي قادر، ولكن هتكون في منافسه شرسه من نادي الزمالك. من نادي الزمالك. حضرتك شايف نادي الزمالك بعد انتخاب مجلس اداره جديد هيكون الامور هتستقر عندهم؟ الحقيقه امبارح عملوا ماتش يعني، اوباما جاب جون حلو قوي اللي بكعب رجله ده، معرفش عليك شفته ولا لا. شفته. عاملين مباريات جيده. هل وجود مجلس اداره منتخب جديد هيفرق مع الفرقه؟ طبعا الاستقرار بيفرق جامد جدا. اللعيبه لما تحس ان في مجلس اداره منتخب من قبل جمعيته العموميه قاعد 4 سنين، ده بيدي استقرار. اللعيبه بتبقى عارفه ان حقوقها هتاخدها. زائد في نفس الوقت ان كل الكلام مجلس اداره اللي جه بالنبره بتاعتهم كويسه، ناس محترمه بيتكلموا كويس، عندهم مصداقيه المفروض. فالاوضاع دي لو استقرت مع الاداء اللي شفناه امبارح، لا ممكن نادي الزمالك هيبقى منافس لينا بشكل يمكن قوي شويه، ولكن لحدود برضه مش لا احنا باذن الله المسافات بعيد. ولكن انا بقول مش زي السنه اللي فاتت هتبقى البطوله ان احنا هتبقى هناخدها. اخبارهم ايه يا كابتن من وجهه نظرك؟ بيراميدز زي ما هم، عشان ما فيش جمهور. النهارده عملوا ايه مع فيوتشر؟ كانوا كسبوا 1-0. اللي هو الواحد لمراحل معينه، هم هيمشوا كويس لمراحل معينه. هو مش في وقت يا كابتن ممكن يبقى عدم وجود الجمهور ده لا يمثل او يمثل عدم ضغط على اللعيبه، وبالتالي يبقى الدنيا احسن فبالتالي العب اكتر او افضل؟ هو كده صح للعيب اللي ما تعودش على الجمهور. أوكي. على مؤازره الجمهور. مشكله بيراميدز في ايه؟ كل اللعيبه اللي عندها اهلي وزمالك، كانت الجماهير في التمارين، في التمرين بيشجعهم في الماتشات. صحيح. فصعب قوي على اللعيب لما ينزل الملعب ما يلاقيش حد. اللي اتعود على الجماهير في المدرجات دي قصة. ومثلا أحمد فتحي تعود على جماهير النادي الأهلي ولعيب هايل. لما يلاقي نفسه نازل التمرين
مفيش حد بيتفرج عليه ولا في الماتش مفيش حد بيشجع، لا بينزلوا اكتر من 50%. الوضع مختلف، هيمشوا كويس بـ 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 بفرق الامكانيات بتاعتهم، ولكن لمراحل معينه مش هيقدروا يعدوه. اذا الاقرب للمنافسه هيبقى زمالك، بيراميدز بعديه، فيوتشر مصري، يعني ماشي، يعني هم الثلاثه يعني. اهلي، زمالك، بيراميدز، هما هذا الثلاثي هو اللي هيتنافس. عموما نتمنى يا رب للنادي الاهلي يستطيع ان يصل الى، يعني انت مره انا فاكر حضرتك قلت لي ان في الدوري المحلي النادي الاهلي هياخد البطوله من بدري، ممكن حضرتك قلت لي من بعد شهر مثلا، من بعد الدور الاولاني، من بعد نهايه الدور الاولاني. الكلام يعني لا، نديها خمس ماتشات زياده، خمس ماتشات بعد الدور الاولاني النادي الاهلي يستطيع انه ياخد دوري ينهيه باذن الله، يعني باذن الله. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، ودايما بتبقى الامور واضحه قدامنا. انا بشكرك جدا يا كابتن خالد على وجودك معانا. شكرا يا كابتن اسلام، شكرا، ودايما بنستمتع بوجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذه الاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير.